سوق الأنتيكات في عمان حس تراثي يزخر بسحر وعبق الماضي. سوق الأنتيك في العاصمة الأردنية عمان يحمل في أزقته الحس التراثي والطابع القديم ليكون منبعاً لعبق الماضي بصورة الحاضر. هذا السوق بحليه ومعروضاته التي اختلفت في أشكالها وألوانها يظهر ما اعتاد الأردنيون على استعماله في حياتهم اليومية وفي حضارتهم القديمة. في كثير ناس بحبوا الشغلات القديمة لأنها بتعكس طابع قديم عن الأردن، عن الحضارة العربية القديمة كمان. اعتاد هذا السوق أن يشهد الكثير من السياح الأجانب يتجولون بين محاله يراقبون المعروضات بإعجاب ويشترون تذكارات من السوق الذي تنوعت به الأذواق. كل يعني السوح الأجانب والعرب يحب يعني يجي يشتروا كل شيء، يعني ما في شغلة معينة، كل شيء بحب يشتروها، يعني من التراث الأردني، يعني توحى الأردن، الباترة، جرش، عجلون، مادبة، العقبة، البضائع اللي عندنا اللي هي شغل يدوي، شغل إيد، هاند ميد، اللي هم عقود مثلاً، أكسسوارات، أساور، صحون سيراميك. بين لمعات الفضيات والمذهبات لا يزال سوق الأنتيك محافظاً على رونق وثقافة تحملها معروضاته بأبهى حلة.